الله اليوم التاريخ يعود إلى المقام والقطب الأسلام المشيش هذا القب للتربية قب للتصوف قب للمشيشية الشادلية لأن التاريخ واضح التاريخ ما تكذبش تواجد الشفاع الإبات والعروسيين التي تحمد الجيبي والقبائل الصحراوية في النساب وفي الروحانيات فنحن نعرفوا هذا الشيء منذ زمان منذ تاريخ الأجداد كانوا يحكونا على هذا الصلات الرحيم من توجد فالحمد لله هذا العرف هذه السنة الطيبة هذه السنة الجميلة هذه السنة اللي فيها تلاحم على الوطن فهي الحمد لله في القلب ديال إخواننا اللي موجودين في الصحراء اللي كيجيو من بعيد كيقوموا بواحد مجهود كبير باش يجيو يزوروا بلاد عمهم ويجيو لهذا القطب فيه الذكر فيه الخير فيه البيعة لأمير المؤمنين كما كانوا الأجداد كيديروا البيعة في الخمسينات وفي القرون الماضية كان دائما القطب مولى عبد السلام المشيش اللي كنتوما كتعرفوه اللي هو كنتكلموا على قرن 12 كان دائما القطب للبيعة للملوك الملوك العلويين من الخمسينات وحنا كنعرفوا هاد الزيارات اللي قاموا ضد المستعمر انذاك كانوا اسبانيين فدائما المدرسة المشيشية الشاذلية مدرسة ديال الثوابت الروحية مدرسة ديال الثوابت الوطنية مدرسة ديال الاجتهاد ومدرسة للنضال فالنضال ديالنا اليوم ودائما سيكون هو النداء اللي تم الشرفاء والأقاليم الصحراوية ومن شمال إلى جنوب نداء من جبل العالم إلى المينورسو والأمم المتحدة باش الإخوان ديالنا اللي محبوسين في ظروف ديال العار يعني عار هذا اللي مازال محبوسين في هذه الظروف هذه اللي هما مقبوطين في التندوف ما يقدروش يكون عندهم الحرية اللي هي أساس ديال واحد إنسان هي حريته باش يتنقل فهما محبوسين ما يمكنلوش يدخلوا لبلادهم الوطن ديالهم فهذا نداء قوي للأمم المتحدة والمينورسو كنطلبوا منهم عاجلا يطلقوا إخوان ديالنا وأولاد عمنا اللي محبوسين عندهم تندوف وإن شاء الله بإذن الله غادي هالمدرسة المشيشية الشاذلية في تلاحم على الوطن بيعتين قوية من هنا سنقوم بهذا النضال إن شاء الله بإذن الله كنطلبوا واحد فرج قريب إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا.